نعود الى ساحة القرآن الكريم وشيخنا ممدوح والمسك من فيه عند التلاوة يفوح يتلو بكل وضوح والسماع من ادائه مشروح لا كالقارئ ممدوح في خلقه ومنفوح في صوته وممدوح في ادبه ابن الشرقية كروان الجمهورية ابن قرية هرية سفير مصر الى المحافل الدولية فضيلة القارئ العلم الشيخ ممدوح جودة سعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين يا رب صلوا على النبي. فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلا يحزنك قولهم
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله يفتح عليك. فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق عليم.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فإذا أنتم منه توقفون
موقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Oh,
بلى وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله من قلب القرآن وعروس القرآن لما تيسر من سورتي ياسين والرحمن. وكما قال النبي العدنان لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ووصانا قائلا اقرأوا على موتاكم ياسين. ومن عروس القرآن سورة الرحمن كان الصوت كما الكروان وما أدراك بالدقة والإتقان وعلم مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. نشكر لفضيلته ولحضراتكم جميعا كما اشكر الاستاذ عمرو عيسوي والاستاذ وائل حشمة والحاج احمد حجازي عمدة المرامات اصحاب النسب والسر. كما اشكر الحاج عبد الحكيم عمران والسيد العمدة حسام ابابا اصحاب النسب والسر الكرام. نعم الرجال آل ابابا ونعم الرجال حسام. في مفاتيح عند العربية عند الإذاعة. كما أشكر السيد المهندس سعاد الحسين والمقدم علي عيسى والحاج محمد الصاحي الحاج صلاح عثمان وكل آل عثمان. أشكر أيضا أيها السادة باسم الحاج رجل الاعمال الحاج كرم قنورة صاحب الشعبية الجارفة والفائقة
أشكر باسمه وباسم إخوته أستاذ هشام أمارة والمحاسب سيد أمارة، وأشكر أيضا باسم الأستاذ ماهر أمارة والأستاذ هشام بخيت أمارة، وباسم الحاج جمال أمارة عميد العائلة والعمدة مصطفى أبو هاشم، وأشكر أيضا للعمدة جمال العمدة ممدوح أبابا والأستاذ جمال صلاح بندق والحاج أحمد عبد الباقي رمضان والأستاذ سامح رمضان وجميع عائلات بندق والحاج وجيه صلاح. أيها السادة، مرة أخرى من داخل قصور الضيافة المتنقلة والمكيفة والمجملة والمكملة بهندستها الإذاعية والكهربائية إدارة الحاج محروس الصغير والحاج سعيد محروس ومحمد سامي محروس، أشكر لكل من شرف بالعزاء. الأستاذ رشاد، الأستاذ نصر شحاتة، جزيل الشكر كل من شرف من طلب السيد النائب الحاج لطفي شحاتة، حاج محمود العوضي، الدكتور إسلام جنديل، محاسب محمد حسام شاهين، مهندس عدلي باشا أمين عام حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال حسام بيك غريبة، السيد المستشار السيد سلامة. أيها